سمكين الأسود تسأر يا سيدي، هنا أسكت قليلا وأقدم تحيتي لفوز القجع بنيامين بوشواري أو لبنجامين بوشواري، سميها كي بغيتي. أسد مغربي كيلعب خط وسط في المنتخب المغربي، زيادة 2001 معلم، طيارة زاد في بلجيكا، بدا المشوار ديالو في هولندا وكمل في فرنسا. نعم سيدي، خط وسط جوهرة تبارك الله. خصنا دابا هنا عندنا هاد اللعابة اللي كيطالبوا بهم المنتخبات ديال الدول اللي تزادوا فيهم، هنا خصنا المدرب يكون ذكي يشد لنا هاد اللعابة ويعصر لنا هاد اللعابة ويخرج منهم ما هو أهم، لأن ما يهمنا وهي الراية المغربية، لا شيء غير الراية المغربية. أي لعاب يجي للمغرب شرف ليه يهز التوني ديال المغرب. مغربي برافو عليك، غتلعب على قبل التوني، كاين شي حاجة أخرى، هذا هو المغرب. إن شاء الله الدري تبارك الله عليه حتى هو جاي مزيان، الله يسخر ليه، ليكم لينا إن شاء الله.